عندما يأتي المساء يلملم شتات رجولته التي تهت في زحمة اليوم ويصطاد صوته همسات يعزف بها على وجهها الذي ابتلعته عتمة الخجل وكبلته ردهة صغيرة في زاوية خلقتها حشود من العادات والتقاليد وتوقعات لما يجب أن تقول ولما يجب أن تفعل وربما لما يجب أن تشعر به وتأسرها العتمة وهمساته وتضيع في بئر عميق من الحرمان العاطفي وتعود خاوية الوفاض عطشة وتكتفي بالصمت ليبتلعها المساء ثانية. هل عم بيعانوا من مشاكل سينجل مامز الأم الوحيدة المتزوجة وعندها أطفال؟ ثاني شيء في عندهم الأطفال اللي ما عندهم أهل. ثالث شيء في عندك التينيجرز المراهقين اللي عم بيتزوجوا بسن كتير صغير، مو عم يتزوجوا عم بيعملوا سكشوال ريليشن. فنحن إذا ما كان في روادع حننتهي مثل المجتمعات الثانية ونحن ما بدنا أولادنا هيك ينتهوا. لكن أنا بحس إنه لازم يكون في معادلة بين الجسد وبين القيم، يعني يكون في عندهم معرفة جنسية ثقافة جنسية استقلالها الاجتماعي وشخصياتها الاعتبارية مش ممكن تخضع لرجل إلا من باب قلبها. أوكي؟ كان بقى في حالي لأنه يمكن أنا حالي فريدة بعتبر نفسي، يعني ما بعرف أنا لا أقبل أن يكون زوجة تانية. أنا امرأة كل شيء أو لا شيء. أنا تعبت كثير على نفسي ليكون مثل ما أنا أو وصلت للي أنا وصلت له. فبعتقد أنه أكيد يعني ما بدي اقول الريورد المكافاه، بس اكيد شيء بيستاهل الانسان اللي انا صنعته جواتي واللي هي واللي انا ساويتها. وكمان انا عاطفيا كثير برتبط بالرجل اللي ممكن ارتبط فيه، فما بقدر ابدا اتخيل انه يكون لزوجه اولى. فانا بقبل اني انا ضل بلا رجل ولا ارضى، يعني حتى لو مثلا مع الوقت، يعني لو حتى ما قابلت الانسان اللي بيستاهلني، فانا بقبل انه اني ضل بلا رجل، بس ما بقبل زوجه ثانيه مستحيل. صح، حصلت على استقلاليتي الفكريه اللي بحس انه هي كثير مهمه بالنسبه للمراه. وحتى لما فقدت بابا ماما كمان ضلت معي، يعني انه واقفه جنبي انه تساندني حتى بكتاباتي او حتى باستقلاليتي اللي انا عايشتها. فانا لما مثلا كتبت المسلسل تبع ويقتلون الياسمين هو عن تفجيرات 7 جولاي اللي صارت بلندن، فاستضافتني البي بي سي بلندن، فكانت كثير كانوا هنا مندهشين انه امراه عربيه مسلمه هي أنا من أول الكتاب حتى بلندن ما تناقشوا بهي الفكرة. فكانوا يقولوا لي أنه طيب أنت مالك خايفة أنه مثلا المجتمع العربي أنه يدينك، أنه أنت عم تديني التطرف، عم تديني الإرهاب؟ هل أنتوا فعلا كنساء عرب عندكم أنتوا يعني مثقفات وبتقدروا تكتبوا عن هذا الموضوع؟ هل عندكم الحرية الفكرية؟ فأنا بحس أنه المشكلة اللي أنا عم واجهها هي صح على مستوى كتير صغير وشخصي وعم حاول إني أشتغل عليها كتير، هي تحسين صورة المرأة العربية بالغرب. يعني نحن مع الغرب ما كتير بيعرف عن المرأة العربية، بفكروا أنه المرأة هي عايشة بهودج أو مثلاً على جمل، بس ما كتير في يعني صورتنا بالغرب. مشكلتهم برضو مو مشكلتهم، بس مشكلتنا كمان إحنا. لا عارفين كويس أوي. حاسس أنه عندها طريقين هلأ عم تعمله، يا إما عم ترجع لورا على الماضي، يا إما عم تطلع على السما لفوق، يعني عن طريق موضوع الموت أو موضوع الإرهاب. أو نحن لازم ناخذ خطوه للامام. هلا نحن خلينا نعترف بشغله، نحن وطننا العربي كثير هش وكثير صعب انه نحن نقوم باي حركه ضد مثلا نفتح جبهات حرب، لانه في نحن لازم نبني حالنا من الداخل، لازم يكون في بناء للفرد العربي من الداخل لحتى نصير دول قويه، لحتى نقدر نواجه. فمثلا نحن اذا نحن هلا عندنا العراق كثير هي مثال حي نموذج الديمقراطيه الامريكيه، لا نموذج لدوله سقط. مثلا نحن عندنا الارض وعندنا تحت الارض. أيوه. فانت عم تحكي على مستوى الوعي واللاوعي. فانا اذا شفنا اطلعنا على انه مستوى الارض عالم الانس هو عالم الوعي، ومستوى الجن هو عالم اللاوعي. ربنا يخليك. بس فبهي الحاله يعني الجن يمثل اللاوعي مثل ما عم تقول انه لكن ما فينا نربط دائما السحر والشعوذه بموضوع اللاوعي، معناتها عم نربطه كمان بالجن او بالقرين الموجود اللي تحت الارض. وانا عايز اشكرك عشان حاجتين، حكايه تحت الارض وحقولها ازاي انا استعملتها في علم يعني، والحكايه الثانيه حكايه اللاوعي.
ثاني شغلة كمان هيدا الموضوع بدي اياك حضرتك تحكي عنه، ثاني شغلة انه في اوراد مختلفة، انه واحد بيروح عند شيخ فبيقول له هذا وردك، وفي آية لإلك بتوصفك بالقرآن الكريم، وهذا الورد أنت مسؤول عنه وبتقوله، يعني هذا الورد بيحميك، قال لأنه في هي الآيات القرآنية في إلى خدام، حتى في 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 دعاء يا خدام هذه الآيات، في إلى يعني هي عن طريق هي الآيات الإنسان ممكن يحقق شغلات أو تحمي أو يكون في إلى ارتباط روحي بهي الآيات. خدام يعني إيه؟ أنا ما عم بحكي عفواً، أنا ما عم بحكي عن المفهوم السحري أو المفهوم المشعوذة للخدام. الآيات القرآن الكريم لما نزل ما نزل بمعنى عبثي، كل آية من القرآن الكريم ممكن يكون إلى ارتباط بالإنسان، إلى ارتباط روحي، إلى ارتباط بوصف في شيء داخلنا أكيد مرتبط بالقرآن. بلشت حكيت أنه السينما أو الفن هو مختلف عن الحياة، أنا أجد أنه السينما والفن هم يصنعون الحياة. مثلا بسينما هوليوود، سينما هوليوود هي اللي بتصنع كيف يفكر المواطن الأمريكي، وهي بتعمل conceptualize، يعني بتنظر المفاهيم والظواهر اللي بيآمن فيها أي متفرج أو أي مشاهد. بمعنى الراقصة لما بتكون لعوب أو هي اللي بتشبه الرغبات الجنسية للرجل، هذا ما قدمته السينما العربية، واللي خلى الرجل الشرقي اللي عم بيشوف هيدا الفيلم صار عنده مثل اقتناع أنه عن طريق هذه الصورة للمرأة ممكن هو يحقق زمان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا ما بيطلع مسلسل مثل ما بين القصرين أو مثلا مثل هي المسلسلات بتطلع مثلا أنه المرأة اللي بيروح لعندها هو الثاني اللي بترقص، هي اللي العالمة هي اللي بتشبع له رغباته، أما زوجته لا يمكن ما حد تشبع له. طب ليش نحن بالسينما دائما الواقع اللي مخليه سمول فلاندرز ولا حاجة، أو مثلا رواية مول فلاندرز عشان كده مول فلاندرز التابو، يعني حتى عرض دي مهمته أساسية. أوكي أنه مثلا بيبي دول لما هي نورا لما طلعت من الباب وسكرت باب وكانت أثرت على نوروي كلها، أنه كيف المرأة بتترك زوجها والمؤسسة الزوجية، هذا كان مؤثر على ديفلوبمنت تطور الوضع المعارضي طبعا. فكمان احنا يعني انا بعتقد انه ككاتب او كاديب او حتى كمخرج او كفنان يجب ان يكون في كسر للتابو، يعني الادب او المسرح او السينما يجب ان تكسر التابوهات وتقدمها. دي مهمة الاساسية للفن، عمر الفن ما كان تقليدي ولا زي الحياة، دايما يا اما غزل وحب يا اما وضعها في رمز الاوطان، يعني دايما هي رمز الاوطان. وحتى الاستعارات الرمزيه مثلا الوطن يشبه بالمراه، رحم المراه، الرحم كثير انا بحس انه الرحم هو مهم طبعاً. يعني لانه هو بيدل على الولاده وبيدل على العطاء وبيدل على السايكل اوف لايف الاحتواء. الروايه فيها مساحه من الخيال، الروايه اكثر من المسرح لعدم وجود الدايلوج الحوار، وفيها تنوع في الشخصيات، فيها في مجمع. لا يعني العمل لما بيتحول لسينما أو لمسرح بيتدخل فيه عامل بيفرض عليك الخيال، لأنه بيحددهولك المخرج بيحدد لك الخيال ده، إنما الكاتب بيسيب الكاتب عنده حرية أكثر من السينما. بتحدثنا عن صور المرأة المحرومة أو المرأة المشبعة عاطفيا كما جسدتها الرواية العربية. هو شوفي وأيضا عضو في الإنجليش ناس إديتينج بورد في بريطانيا، قدمت أبحاث هامة في عدة مؤتمرات وجامعات هامة في بريطانيا. هذا الآن ويقتلون الياسمين، وأنت هنا لفيلم وثائقي عن مشاريع تطوير إنجاز آليات الشباب. أول سؤال، كيف لحقتي تعملي كل هالشيء؟ مثل ما حكيتي حضرتك أنا دائما بحس حالي عم بعيش في سباق مع الزمن، يعني يمكن المزج بين الحضارة العربية والحضارة الغربية اللي أنا عشتها من خلال تجربتي في الميدل إيست بالشرق الأوسط وكمان برا بالغرب، خلتني حس قديش احنا نعيش الان يجب ان نسابق الزمن، يا اما احنا بنسبق الزمن يا اما الزمن بيسبقنا. انا هلا فيني اقول انه يعني شوي شوي عم حاول اسبقه للزمن بطريقه او باخرى، وبتمنى كمان ضل عم بسبقه وقدم اشياء جديده يعني على صعيد الانساني وعلى صعيد الشخصي. بعتقد انه الاعلام هلا بهذا الوقت هو من اهم الوسائل للايصال لتغيير مفاهيم مشوهه عن العالم العربي وعن الاسلام في الغرب، وبقول كمان انه يعني
يعني فاختيار الاعلام هو بيعود بجهه يعني من ناحيه اولى هو بيعود من الناحيه الانسانيه او الشخصيه. انا بحس ماي باشن يعني هو الاعلام كشخصيه، بحس انه الشيء هذا بيتناسب مع كفاءتي وقدراتي ومحبتي لحتى اكون مثل ما انا بدي. لكن على الصعيد الاجتماعي بحس انه هو مسؤوليه. يعني انا كنت درس في جامعه دمشق، بحس التدريس هو مثل الاعلام، رساله انت بتقدميها لجيل جديد، بتقدميها هو عباره عن منبر بتقدمي من خلاله مفاهيم وقضايا ممكن تغير قضايا مشوهه كثيره، ان كانت على صعيد الاجتماعي او السياسي او الديني او حتى على صعيد الدرامي.